Sen camı kırdırırsın. Hey! Lan gitme ben bir daha lan. فما تأتي من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين فإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنتم من لو يشاء الله أتمه إن أنتم إلا في ضلال مبين فيقولون متى هذا البعض إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم لهم يقسمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما بعد الرحمن هذا ما بعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون بسم الله الرحمن الرحيم إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون ما أزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون هم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المسلمون ألم نعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين يعني اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد ضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعقلون فلتكفرون اليوم نقوم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون لو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبغوا الصراط فانا يبصرون ولو نشاء لمسحناهم على مكانتهم فما استطاعوا فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون فاتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مكرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
ve min şerri hasidin izâ hased. Allahu ekber, Allahu ekber. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن والناس. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. آمين. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمين. أولياءların ve sıddıkların ve şehitlerin ve salihlerin ruhlarına Hazreti Kur'an'ı elden ele, dilden dile bize kadar ulaştıran üstadlarımızın da mübarek ruhu şeriflerine hediye edip kabul eyle. Amin. Okuyan ve dinleyen cemaatimizin da bütün geçmişlerinin ruhlarını hediye edip kabul eyle. Amin. Şu bulunduğumuz mevkide metfun bulunan bütün ümmeti Müslüman din kardeşlerimizin da ruhlarını hediye edip kabul eyle. Amin. İlahi ya Rabbel Alemin, bizleri de bu dünyada yaşadığımız müddetçe imanla yaşamak ve imanla huzuruna varmak nasip eyle ya Rabbim. Çoluğumuza çocuğumuza İslam'ı şuur ver ya Rabbim. Emrini tutan sevgili peygamberimizin sünneti seniyesini işleyen kulların zümresini ilhak eyle. Amin. Azanlan sapanlan yollarına gitmekten bizleri ve çoluğumuzu çocuğumuzu ve inanan Müslümanları sen muhafız eyle ya Rabbim. İlahi ya Rabbel Alemin, dünyada kimli kimsesi olmayan bütün ümmeti Müslüman din kardeşlerinin de ruhlarını hediye edip kabul eyle ya Rab. Sevgili peygamberimizin şefaatine nail eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel Alemin, şeytan şerrinden, düşman şerrinden, şeytana benzer insanlar şerrinden bütün Müslümanları sen muhafaza eyle ya Rab. İlahi ya Rabbel Alemin, bütün dünyada Müslümanların bayramlarını mübarek eyle, hayırlara vesile eylemek nasip eyle ya Rabbim. Es-salatu ve selamu aleyke. Hepinize hakkınızı helal etmeni istiyorum. Benim zerre ada
dünyada canlı mahlukata zerre kadar hakkım geçtiyse ben tamamen helal ediyorum arkadaş. Kıymda bak. Sizlerin de Allah rızası için hakkını helal etmesini diyorum. Komşular. Hurşit dayının çarşamba günü torununa düğün yemeği verecek. Hepiniz davetlisiniz. Allah razı olsun.